أعلنت الأمم المتحدة انطلاق مباحثات سوريا اليوم، حيث التقى المبعوث الأمم ستيفن دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف بالأطراف التي تمثل الأزمة في سوريا، وذلك بعد عودته من جولة لقاءات كان أجراها تحضيرا لهذه الجولة من المفاوضات السورية، حيث اجتمع المبعوث الأممي اليوم الجمعة مع وفد النظام ووفد المعارضة لمناقشة جدول أعمال المباحثات. اليوم هو الابتداء الفعلي أو البدء الفعلي بمسألة مناقشة الأمور التي وردت في الورقة الإجرائية التي قدمها في الجولة الماضية السيد المبعوث الدولي ستيفن دي ميستورا. ومعروف تماما أن مسألة الانتقال السياسي لها أولوية، وعمليا هي المظلة التي يمكن مناقشة أمور تتعلق بالدستور، أمور تتعلق بالانتخابات، حرارة الإرهاب، وكل هذه القضايا يمكن أن تنضوي تحت مسألة الانتقال السياسي، لأنه عندما تتم عملية الانتقال السياسي يكون من السهل ويكون شيء طبيعي أن تحارب تلك الميليشيات التي قدمت إلى سوريا من مختلف قطاع الأرض. فريق عمل المبعوث الخاص لسوريا ستيفن دي ميستورا اقترح على وفدي التفاوض السوري البدء بمناقشة قضيتي الحوكمة والإرهاب بحسب الترتيب، ومن ثم قضيتي الدستور والانتخابات، مما أظهر بوادر خلاف بين وفد النظام والمعارضة بشأن الأولويات. فالمعارضة تصر على نقاش الانتقال السياسي، بينما يتمسك وفد النظام بقضية الإرهاب كقضية جوهرية. لم تحقق جولات التفاوض السابقة أي تقدم، في حين انتهت الجولة الأخيرة بإعلان دي ميستورا الاتفاق للمرة الأولى على جدول أعمال من 4 قضايا رئيسية على أن يجري بحثها في شكل متوازن، لكن الغموض يحيط بآلية وكيفية بحث هذه العناوين الكبرى مع تباين أولويات كل من الوفد الحكومي ووفد المعارضة الرئيسي ورؤيته للحل السياسي. نحن لا نريد دوما الهروب من الحديث بقضية أننا قد أدخلنا ملف الإرهاب على المفاوضات. نحن نقول بأن عملية جنيف بكامل محتوياتها هي عملية انتقال سياسي، يمكن أن تتلمس بعض القضايا الأخرى سواء الدستور أو الانتخابات أو ما شابه ذلك. ونتمنى على الجميع والسيد دي ميستورا أن لا يدخل إلينا فقرات تبعد العملية السياسية عن واقع الطبيعي. لم تحقق جولات التفاوض السابقة أي تقدم، في حين انتهت الجولة الأخيرة بإعلان دي ميستورا الاتفاق للمرة الأولى على جدول أعمال من 4 قضايا رئيسية على أن يجري بحثها في شكل متوازن، لكن الغموض يحيط بآلية وكيفية بحث هذه العناوين الكبرى مع تباين أولويات كل من الوفد الحكومي ووفد المعارضة الرئيسي ورؤيته للحل السياسي. خلاف على أجندة مفاوضات جنيف في جولتها الخامسة، حيث يرى وفد النظام أن قضية الإرهاب هي القضية الجوهرية، وبالمقابل يرى وفد المعارضة أن التسوية السياسية لابد أن تكون على رأس أجندة التفاوض. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة، جنيف.